بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها أمين. يمكن أول مرة أبقى معاكم عن طريق الستريمينج، مش قادر أحكي لكم قد إيه صعب إن الواحد يبقى واقف بيكلم نفسه والكنيسة فاضية. ربنا يكون بيمد إيده ويعدي الأيام دي على خير ويجعلها تكون سبب بركة وفايدة لينا كلنا. الإنجيل بتاع النهاردة الصبح كان إنجيل جميل جداً، إنجيل بيحكي القصة بتاعة الحوار اللي تم ما بين نيقوديموس والسيد المسيح. نلاقي الموضوع ده موجود في إنجيل معلمنا يوحنا اللي كان في القرايات بتاع إنجيل القداس النهاردة الصبح. نفسي نتكلم شوية مع بعض عن الإنجيل ده، ونفسي نديله عنوان كده، هو كان حوار بس أنا عايز أسميه حوار ما بين السماء والأرض. حوار ما بين السماء والأرض. لو وقفنا عند شوية جمل أو شوية كلمات رئيسية كده في الإنجيل، نلاقي نيقوديموس جه للسيد المسيح ويوحنا البشير ما فاتوش إنه يحط كلمة كده يقول جاء إلى يسوع ليلا. جاء إلى يسوع ليلا. وموضوع جاء إلى يسوع ليلة ده كان ظاهر أنه كان فارق جداً مع يوحنا، لدرجة أنه ذكر يوحنا في إنجيله ذكر نيقوديموس ثلاث مرات، وفي الثلاث مرات اهتم أنه يحط كلمة اللي كان جه للمسيح بالليل. يعني في وقت اللي كان نيقوديموس بيدافع عن المسيح وقت محاكمته في المجمع، يوحنا كده يكتب عليه يقول قال لهم نيقوديموس الذي جاء إليه ليلاً وهو واحد منهم، وكأن حتة اللي جاله بالليل دي ما قدرتش تفارق يوحنا البشير. وحتى بعد الصليب في يوحنا 19 نلاقيه يقول كده وجاء أيضا نيقوديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 من. في حتة كده صغيرة يوحنا البشير بيحطها بوحي من الروح، وبتبقى إشارات تشاور على شخصية، تشاور على حدث. مش عايزين نعدي حتة إنه جه إلى بالليل، جال المسيح بالليل دي. زي ما قلت لكم الحوار إذا كنا هنديله عنوان إنه حوار ما بين السماء والأرض، نقدر كمان نديله عناوين كتيرة قوي واخدة نفس الخط. نقدر نسميه حوار ما بين الضلمة والنور، نقدر نسميه حوار ما بين الجسد والروح، حوار ما بين المعرفة والعلم والإيمان. لو هنبص للكلام اللي دار ما بين نيقوديموس والمسيح هنلاقي فعلا في اتجاهين. نيقوديموس جاي باتجاه وجاي بتفكير وجاي بخلفية، والمسيح حط قدامه اتجاه تاني خالص. نقدر حتى نسميه حوار ما بين الناموس وما بين ملء الزمان، حوار ما بين العهد القديم والعهد الجديد، مقابلة ما بين عالمين مختلفين خالص. نيقوديموس لما ابتدأ الكلام مع السيد المسيح قال له أنا عارف أن أنت معلم وأن أنت بتعمل حاجات كويسة وبتقول حاجات كويسة، وأكيد محدش يقدر يعمل كده إلا لو كان الله معاه، وعارف أن أنت معلم وكويس. الكلمة الله معاه دي تبين لنا الحدود اللي كان نيقوديموس شايف المسيح بيها. وحتة شايف دي مهمة جدا النهاردة. الكنيسة رتبت انه ده يكون الانجيل بتاع يوم الجمعة، واحنا داخلين زي ما انتم عارفين على يوم الحد، على انجيل الاستنارة، على حد المولود اعمى، على تفتيح العينين. وكأن الكنيسة بتحط قدامنا مثال لواحد كان شايف، زي ما المسيح كان بيقول مبصرين ولا يبصرون، واحد عينيه كانت مفتحة، لكن اخر حدود بصره انه كان شايف المسيح معلم، ما قدرش يشوفه ابن الله. زي ما هنسمع في إنجيل يوم الحد لما قابل اللي فتح له عينيه بعد كده وقال له أتؤمن بابن الله؟ قال له قل لي هو فين يا سيد وأنا أؤمن بيه. نيقوديموس كان جاي وآخر البصر بتاعه إن المسيح معلم. عارفين على طريقة إيه؟ فاكرين لما بطرس المسيح دخل المركب بتاعته بعد ما تعب الليل كله، لما كان بيكلم الجموع من المركبة بتاعته
وقال له ادخل للعمق، وبطرس رد عليه في لوقا 5:5 الآية اللي كلنا حافظينها، قال له يا معلم تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. كان لغاية الوقت ده كانت عينين بطرس مفتوحة وشايفاه معلم، راجل صالح بيقول كلام حلو، بيتكلم كلام كويس، لكن شايفه معلم. لكن بعد ما شافه بيؤمر السمك يخش الشبكة، بعد ما شافه رب، بعد ما شافه إله، وقف وقال له يا سيد أخرج من سفينتي، يا رب أخرج من سفينتي لأني إنسان خاطئ. اتفتحت عينيه وشافته بطريقة مختلفة. العينين هي هي، لكن الأسبوع ده الجمعة والسبت والحد بنتكلم على تفتيح عيون القلب بالإيمان. عارفين كمان زي إيه؟ فاكرين التلميذين بتوع عمواس؟ في تلميذين عمواس المسيح كان ماشي جنبيهم ويقول لنا الكتاب كده إيه؟ أمسكت أعينهم عن أن تعرفوا. وكأن الكتاب بيحاول يربط لنا قوي ما بين الرؤية والمعرفة، الرؤية والمعرفة، رؤية القلب والمعرفة. كل ده تمهيد لحد المولود أعمى بعد بكرة، لما هنبتدي ناخد بتفصيل أكتر علاقة الرؤية والإبصار، والفرق ما بين فتح العينين اللي بنشوف بيها عينين البصر، وفتح عينين الذهن وعينين القلب اللي بتنير البصيرة بالإيمان. يا ترى نيقوديموس كان شايفه إزاي؟ قلنا تلميذي عمواس اتقال إنه أمسكت أعينهم عن معرفته، وفين في آخر القصة لما كسر معهم الخبز يتقال كده انفتحت أعينهم وعرفاه ثم اختفى عنهم. يا ترى إحنا شايفينه إزاي؟ يا ترى شايفينه من منظور أرضي جسدي عالمي، شايفينه زي ما نيقوديموس كده شايفه، ولا يا ترى أعيننا مفتوحة بالإيمان وشايفينه على حقيقته؟ يا ترى الرؤية بتاعتنا مداها إيه؟ يا ترى شايفينه زي بطرس معلم؟ يا ترى شايفينه إله في السماء بعيد؟ ولا شايفينه حد قريب وشايفينه لينا معاه علاقة شخصية؟ يمكن يكون، صدقوني الموضوع بتاع COVID-19 ده، موضوع الكورونا، فرصة زي ما نيقوديموس جيل المسيح كده بالليل واحنا في الضلمة اللي ناس كتيرة من العالم بيوصفوا الفترة دي انها فترة مظلمة في تاريخ البشرية، لكن يمكن في وسط الظلام ده اللي بتعدي بيه البشرية كلها، unprecedented دايما بيقولوا، فرصة ان كلنا كده نبقى زي نيقوديموس، نيجي قدام المسيح ونقول له عايزين نشوفك ونعرفك اكتر، عايزين نشوفك اكتر واكتر، عايزين تتفتح عينين قلوبنا وعينين اذهاننا. اتكتب كده عن المسيح ان هو مع التلاميذ فتح عينين اذهانهم وفهمهم الكتب. فرصة نعرفك زي ما يوحنا عرفك. تعالوا نشوف كده في رسالة يوحنا الأولى يوحنا كان شايفه إزاي. خدنا مثال نيقوديموس جاله بالليل وكان شايفه إزاي، تعالوا نشوف يوحنا الحبيب شافه إزاي. في رسالة يوحنا الأولى نلاقيه يقول كده انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. شايفه أب، ومش قادر يحول عينيه من على انه شايفه اب، مش بس اب، اب ومحب كمان. من اجل هذا لا يعرفنا العالم لانه لا يعرفه. ايها الاحباء نحن الان، ايها الاحباء الان نحن اولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم انه اذا اظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو. نحن نعلم أنه إذا أظهر سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. أصله عايزنا من ساعة ما خلقنا، من ساعة لما خلق البشرية عايزنا على صورته ومثاله.
نحن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله. هدفه أنه إحنا نسلك في وصاياه ونسلك بالروح ولا نتمم شهوة الجسد، عشان نتمم قصد الخلقة أن إحنا نكون على صورته ومثاله ونراه كما هو. يمكن دلوقتي إحنا بنعرف عنه بعض المعرفة، مش كل المعرفة، لكن هيجي الوقت اللي تتفتح أعيننا ونشوفه في مجده، زي ما جه في يوم وتجلى قدام تلاميذه ووراهم عينة من إزاي هيشوفوه في مجده وهو متجلي. في رسالة معلمنا يوحنا برضو يكمل ويتكلم على هو شايف المسيح إزاي وشايف الله إزاي. يقول: لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب، وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة. الخوف له عذاب، وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة. أصحيح ممكن أب يجي يزعل من ولاده ويزعل عليهم لما يلاقيهم بعاد عنه. ممكن أب يبقى همه الرئيسي إن ولاده يبقى يرجعوا له وفي حضنه، ويبقى في حزن أو يبقى في زعل للأب ده على مصيره ومستقبل ولاده. لكن حتى في وسط ده بيفضلوا الولاد ولاد، وبيفضل الأب أب، وبيفضل الحب موجود، وبيفضل الحب هو أساس العلاقة. عمرنا ما هنقدر نغير الآية بتاعت الله محبة ونقول الله حاجة تاني غير محبة. مش هينفع نغير الآية دي، مش هينفع نقول الله غضب مثلا أو الله حزن. هيفضل الله محبة، وهيفضل كل معاملة من معاملات الله معانا هي أسلوب وطريقة بيبين بيها محبته. لكن لأجل أن احنا مختلفين بيتعامل مع كل واحد فينا بالطريقة اللي تناسبه. زمان علمونا كده أنه في حاجة اسمها قرعات الحب، زي ما يبقى في أحياناً واحد نايم كده مجرد ما تنده عليه بكلمة يصحى، بنقول نوبه خفيف أو بيسمع، أو حتى وهو نايم متيقظ، مجرد ما لو حد راح في النوم كده وبكلمة صغيرة يقوم ويصحى من النوم. لكن في حد نومه مختلف شوية، نومه يمكن تقيل حبتين، تيجي تنده عليه ما يصحاش، تنده عليه تاني ما يصحاش، لازم تقرب منه وتهزه يمكن هزة جامدة شوية: يا فلان قوم قوم اصحى. مش الهدف يمكن اللي بيقوم بالهزة دي بيتخض، يمكن بيخاف، ايه في ايه، لكن مش الهدف انه يخاف، مش الهدف انه يترعب، الهدف انه يصحى. بنسميها قرعات الحب، وزي ما في حد بيقوم بكلمة وحد بيقوم بهزة صغيرة برجة كده يفوق على طول ويصحى بعديها، لكن في ناس تقعد تهز فيها ومفيش فايدة، برضو نايمين. احنا مختلفين، والأب السماوي بيحاول بكل الطرق الممكنة يتعامل معانا لأجل أن لا ننام نوم الغفلة، بل نكون دايما متيقظين، ونكون دايما عارفين مشيئته الصالحة المرضية لينا، إنه كلنا نرجع له. إذا كنا ونحن خطاة مات المسيح لأجلنا، فكم وكم ونحن مخلصين ومفتدين بدمه. آية تانية في رسالة معلمنا يوحنا يقول لنا: ونحن نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة. اللي هيفتحها للأعمى يوم الحد، صحيح فتح له عينين وخلق له عينين وما كانش فيه، العينين اللي ادهاله ما خلتوش يعرف هو مين، لكن لما فتح له بصيرته بالإيمان عرف إن ده يبقى ابن الله. ابن الله جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. محتاجين أنه الحوار اللي حصل ما بين المسيح ونقديموس ده يكون بيدينا الرجاء، يكون بيدينا جرعة
الحب اللي محتاجينها وطالبينها من الآب دلوقتي، ويكون محبة الآب دي دافع إن هي ترمينا في أحضانه بالتوبة وبالاعتراف وبالرجوع، زي ما بيقول كده: ارجعوا إلي أرجع إليكم. خلينا نشوف الآب زي ما يوحنا كان شايفه، بلاش نشوفه في صورة تانية غير اللي هو نفسه رسمها وأظهر نفسه لتلاميذه ولولاده ولينا. خلينا نشوفه آب محب قلقان علينا طبعا، يهمه خلاصنا جدا، وبيحاول يهز فينا لأنه شاف يمكن نايمين شوية، لكن نشوفها قرعات حب مش أي حاجة تانية غير كده. ربنا يدينا نعمة يكون الوقت ده يكون وقت رجوع لله، يكون وقت تفتيح عيون قلبه وتفتيح عيون ذهن، نشوفه ونعرفه أكتر وأكتر، مش بس المعرفة بتاعة اللي في وسط الجمع زي ما بطرس شافه وعرفه في وسط الجمع، زي ما نيقوديموس شافه في وسط الجمع بس حب يروح له بالليل. ربنا يدينا أن الوقت الجاي يكون وقت نعرفه المعرفة الشخصية، معرفة المخدع، المعرفة اللي قال عنها خرافي تعرفني وأنا أعرفها، علاقة شخصية بيدعونا ليها في الوقت اللي جاي ده. ربنا يدينا نعمة ويفتح أبواب كنيسته في وشنا، ولإلهنا المجد دائما أبديا.